تدني معدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل أحد أهم المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة الخريجات الجامعيات للعام 2017 57%، بينما تراوحت نسبة العاملات منهن من 14 إلى 17%، وهذا يعني هدر الكثير من الطاقات الإنتاجية التي من شأنها المساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد في الأردن. ومن هنا يعمل مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن WELEAD، الممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، وبالشراكة مع الشركة الكندية للاستشارات الدولية، وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني على تدريب وتأهيل النساء الأردنيات على مهن مساندة للقطاع الصحي للالتحاق بسوق العمل في منطقة شرق عمان والسلط وإربد. يعمل برنامج التمكين WELEAD في الأردن على بناء قدرات معاهد التدريب المهني لتوفير برامج تدريبية متخصصة في القطاع الصحي، حيث يتم تدريب الفتيات من 6 إلى 8 شهور ضمن برامج الرعاية الصحية في التخصصات منسق إداري طبي ومعاون رعاية الصحي لكبار السن والعجزة. يتم منح المتدرب في نهاية التدريب إجازة مزاولة مهنة لممارسة العمل في القطاع الصحي. ولضمان استدامة هذا المشروع تم تبنيه من قبل مؤسسة التدريب المهني ليكون من ضمن برامجها الأساسية حتى بعد انتهاء المشروع. أنا ست أردنية متواجدة بالبيت، عندي وقت فراغ صار بعد ما بناتي راحوا على المدرسة، قررت ألتحق ببرنامج التنسيق الإداري الطبي. البرنامج عبارة عن 600 ساعة، 400 ساعة نظري و200 ساعة عملي. جو المعهد كان كتير مريح ومناسب، المدربات كانوا جداً متعاونين معنا، المادة النظرية اللي أخذناها ساعدتنا كتير في تدريبنا العملي، سواء من قياس العلامات الحيوية لجسم الإنسان، تنظيم الملفات، جدولة المواعيد، كل هذا كان مفيد إلنا. بعد التدريب العملي رح نقدم امتحان مزاولة المهنة، وهاي الشهادة رح تأهلنا إننا ننخرط بسوق العمل. WELEAD برنامج متكامل من ناحية التدريب والتشبيك مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمل لائقة وتذليل المحددات التي تحد من عمل المرأة، بما يحقق التمكين الاقتصادي والتطور الوظيفي لهن. لمسنا أن المتدربات عندهن معرفة كافية بالمجال اللي تدربن عليه، وساهم تدريبهم في المستشفى عندنا بزيادة هذه المعرفة والمهارة بشكل كبير. وإحنا بدورنا كمستشفى عملنا حضانة لأطفال العاملات داخل المستشفى. وجود الحضانة داخل المستشفى زاد كثيراً من الطمأنينة النفسية عند العاملات، وبالتالي انعكس على تقليل الدوران الوظيفي داخل المستشفى، زاد من كفاءة تقديم الخدمة، وبالتالي انعكس أيضاً على متلقي الخدمة بشكل كبير. نحن كقطاع خاص في هذه المناطق كنا نفتقر إلى المرأة المدربة الكفوءة التي تقوم بأعمالها المتعلقة بالخدمات الطبية التي نقدمها بطريقة جيدة جدا، لذلك كنا نضيع وقت طويل في التدريب وتأهيل بعض المتقدمات لفرص عمل، حيث كانت المتقدمات باستمرار نسبة كبير جدا بدون خبرة سابقة. هذا المشروع يثري العمل في القطاع الخاص ويريحنا من عناء التدريب إلى حد ما. تنمية الثقافة المجتمعية لأهمية تمكين المرأة اقتصادياً وإشراكها في صناعة القرار من خلال تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين يشكل قيمة مضافة لتنمية المجتمعات. سيعمل مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن الممول من الحكومة الكندية خلال الفترة القادمة على بناء قدرات 600 فتاة وسيدة أردنية للعمل في القطاع الصحي الخاص. لتحقيق مفهوم الاستدامة يسعى المشروع إلى بناء شراكات مع المجتمعات المستهدفة من خلال بناء قدرات المؤسسات المحلية والوطنية بهدف زيادة الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً والتشجيع على المساهمة في إيجاد حلول للمعيقات التي تواجه المرأة في دخول سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نماذج للمرأة الأردنية الناجحة والفاعلة اقتصادياً.